هيا صاحبي هيا صاحبي عندك لاطاط نص ديالك مرحبا ولدي تكون دابا يا مالك دابا تكون تحت الهويه جاوب جاوب يلاه زيدو جاوب هاي كتبي معنا سلاكا ايوا صدق اختي صدق اسمع النويور قابلة مزاولة بالمستشفى الجامعي لجهة طنجة طوال الحسيمة. جئنا اليوم نندد ونستنكر سياسة الأذان الصماء، وبالإضافة لسياسة الأذان الصماء سياسة القمع والترهيب اللي ولينا كنعانيو منها نحن يعني كتنسيقية وطنية أو أي تنسيقية. واليوم كان الدور على التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. نندد ونستنكر سياسة الأذان الصماء التي طالما نهجتها الوزارة الوصية رافضة فتح باب الحوار يعني على ملف مطلبي. هو ملف مطلبي مشروع يلم لحمة الجسم التمريضي بأضلعه الثلاث طالب خريج وممرض. أولا نرفض رفضا تاما لسياسة التعاقد لما أبانت عن فشل كبير في المنظومة التعليمية. هذا التعاقد ماشي بالضروري يكون ضروري مع الوظيفة العمومية، وإنما مع الجماعات المحلية من مؤسسات المجتمع المدني اللي كنعانيو منها في قطاع الصحة. ثانيا رفع المناصب المالية الكافية لخريجي المعاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة خصوصا شعبة القبالة المروض الطبي والمساعد الاجتماعي. ثالثا نرفض رفضا تاما ادماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفه العموميه باعتبارهم خريجي يعني دبلوم تقني متخصص، ماشي بحال خريجي اسبيس اللي عندهم يعني اجازه مهنيه في المهن التمريضيه وتقنيات الصحه. ادماج الماستر البيداغوجي الى جانب الماستر المتخصص للرفع من جوده يعني العلوم التمريضيه وتقنيات الصحه بالمغرب. عبد اللطيف السيح طالب في المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه بفاس ومنسق محلي في التنسيقيه المحليه لطلبه خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه. كما يعلم الجميع نحن اليوم كتنسيقيه وطنيه وتنزيلا لمخرجات البيان الوطني الاخير الصادر عن اجتماع التنسيقيه الوطنيه والذي كان يومي 2 و3 يناير 2021 بمدينه فاس، الا وهو انزال وطني مصحوب باعتصام جزئي الى حدود الساعه 6. فجميع المواقع استمرت في الاستعداد ديالها تنزيل هذه الخطوة النضالية والتي تم الإعلان عليها ما يفوق شهرين، إلا أن البارحة تفاجأنا بخبر من طرف ولاية الأمن بالرباط مفاده منع جميع التجمعات. نحن منذ تصديرنا لهذا البرنامج النضالي كنا مستعدين أننا نتعرض لجميع أشكال القمع، لأن هذا الأمر هذا ولا عادي جدا ولا متداول هنا في هذا البلد الحبيب للأسف. كورونا جائحة كورونا أصبحت تستعمل من طرف الدولة المغربية لتبرير ما لا يبرر، لتبرير الجرائم التي ترتكب في حق المواطن المغربي، لا سواء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين تعرضوا لمجزرة كبيرة دون أي سبب أنهم يطالبون بإسقاط المخطط المشؤوم، مخطط التعاقد والذي أبان عن الفشل الذريع ديالو في هذا المجال ديال التعليم، إلا أن هذه الوزارة كذلك تريد أن تستنسخ هذا التعاقد في قطاع الصحة. نريد كذلك أن نقول كتنسيقية وطنية للسيد الوزير ولكل المسؤولين على القطاع أنهم هذا القمح هذا وهذا الترهيب هذا وهذه الامور هذه ديال انك تخلي حتى يبقى لنا نهار وتخرج اعلان راه لا تزيد الطين الا بله، بل الحل المناسب هو فتح باب الحوار امام اي شغيله، لاننا نعرف الدول المتحضره والتي تعرف حقوق الانسان وكفانا من الشعارات هي ان اي
كيكونوا غير جو ديال المواطنين كيتشكاو اولا كيغوتوا كيخرجوا كيفتحوا باب الحوار معهم. الا ان في هذا البلد خرجنا ودرنا مجموعه من الاشكال النضاليه السلميه مرارا وتكرارا قبل الجائحه واثناء الجائحه وبعد الجائحه، الا ان هذه الامور تلقت سياسة الأذان الصماء من طرف المسؤولين على القطاع. نريد أن نقول لهم بفتح باب الحوار، لا نطالب بأي شيء، هو مطالبنا عادلة ومشروعة نؤمن بها حق الإيمان، وهذا الإيمان ديالنا هو اللي كيخلينا أننا نستمروا في البرنامج النضالي ديالنا وفي النضال ديالنا، ولا نخافوا لهذا القمح هذا لا يزيدنا إلا إصرارا وعزما لتحقيق هذه المطالب العادلة والمشروعة.